استاذ احنا ما يخص السوشيال ميديا احنا موضوع مشكله العراق. السوشيال ميديا جدا مؤثر بالشعب العراقي وانت ادرى بهذا الموضوع ومطلع على امور الشعب العراقي وانا مؤيدك هو مؤثر بشكل كبير جدا مو بس بالعراق فاحنا ليش ما نحمل مسؤوليه وزاره الصحه وبعض المسؤولين زين اللي يورجون بانه يطلع مسؤول الفلاني يطلع يلقح قدام المجتمع الشعب العراقي تعرف انت المجتمع يسمع ويشوف فاكو ناس مغرضين يطلع يحكي اللقاح هيك يسوي لقاح هيك يسوي لقاح هيك يسوي ومن تلاحظ اليوم من زادت الحالات الى 12000 الى 11000 نعم طرق بال صحيح المواطنين والمواطنين من راحوا للمراكز الصحيه يلاقون مشاكل يعني زخم مو طبيعي تدري ليش وزاره الصحه كانما ما مهيئه نفسها الامور المواطنين تستقبلها بصوره صحيحه تدري ليش ابو حسين اي حبيبي لان احنا انا بالنسبه لي بالبرنامج صار لي شهر اتوسل واقول يا ناس روحوا لقحوا لان الاصابات صارت خطره واعداد متزايده ما كان احد يروح هاي الفتره صار اربع ايام صار اكو اقبال وهذا الشيء يعني جيد جدا اكيد راح يصير اكو ضغط على موضوعه الوزاره راح يكون هي ما مهيئه بشكل كامل لقاح ممكن ما موجود لكن احنا بالنتيجه اكو اقبال وهذا الشيء جيد جدا صح استاذ ايه؟ استاذ عمار احنا هسه لو نشوف يعني نشوف باقي الدول يعني انت مطلع على هذا الامر يعني ذاك اليوم طلع برنامج بالسعوديه مركز سكوبرش عرضه اي هذا دولة السعودية يعني احنا هم دوله غنيه وهم الله مفضل علينا صح وخيرات مو من احد لا خيرات ربانيه يعني صح هي موجوده بالارض هاي اذا يعني احنا ما نقدر نسوي هيك مراكز صار لها قد كوفيد 19 صار لها قد من يا سنه يعني ما حد فكر بهيك امر ما حد فكر يعني هذا الشعب يعني مسكين مغلوب على امره خلي يعني تعرف الانسان المواطن البسيط بس خلنا خدمك رحم الله والديك الانسان البسيط يطلع على رزقه فتعرف العالم عايشه على قوته والله ننتظر لجنه الامن والسلامه تقرر لو حضرت جوال لا سوونا حلول خي سوونا حلول يوقفون اماكن هسه باقي الدول اكو بالمولات اكو وين نروح مثلا اكو اماكن صح مخصصه للقاح صح احنا صحيح تفضلت قلت يراد لها كهرباء ويراد لها برادات خاصه بها اذا يعني الدوله العراقيه مسؤوله على هذا الشيء